تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 704 طن مواد غذائية وغير غذائية، وضبط أكثر من 105 طن من السلع الغذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكرونة، وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية. وفي مجال الاستيلاء أيضا على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 24 طن دقيق مدعم، كما تم أيضا ضبط أكثر من 270 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، بالإضافة إلى ضبط 13 طن أسمنت و20 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء، وضبط أكثر من 204 طن أسمنت وأكثر من 66 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء.